شفت من البارح من هاد تم توقيفهم جميعا مع حبس مبلغهم وزور. تم كانت مصالح أمولية سطيف ممثلة في فرقة البحث والتدخل من وضع حد لعصابة وطنية تحترف تصوير عمل وطنية والأجنبية. العصابة تتشكل من 3 أفراد ينحذرون من الولاية الحدودية الشرقية. تم توقيفهم جميعا مع حجز مبلغ مهام مزور بالعمل الوطنية قدر ب 1 مليار سنتيم إلى جانب 118,000 يورو مزورة هي الأخرى. ملف جزائي أعيد ضد أفراد هذه العصابة التي كانت تروي إغراق ولايات الشرق بعدد هائل من الأوراق النقدية المزورة ذات فئة 2000 دينار و100 يورو